هذه المدرسة اليابانية الجديدة بمنطقة المساكن بمدينة قنا في صعيد مصر، والتي تم إنشاؤها العام الماضي ضمن المرحلة الأولى والتي شملت 40 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف مراعاة التوزيع الجغرافي وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات المختلفة للالتحاق بتلك المدارس. أنا لقيت ولادي بسم الله ما شاء الله، يعني تأثير السلوكيات عليهم بقوا متعاونين أكتر، بقوا عندهم حس يعني كده المسؤولية أكتر، بقوا بيعبروا عن نفسهم أكتر، فحسيت في تغير حلو في البيت، يعني ليه تأثير قوي. تجربة جديدة وفريدة جدا، تجربة فعلا زي ما بنقول بره صندوق التعليم اللي احنا كنا متعودين عليه. مفيش نظام الحفظ والحاجات اللي احنا كنا بنشوفها زمان. دلوقتي الطفل بيسيبوه يعتمد على نفسه، يبقى مبتكر اكتر، يكتشف اكتر. التجربة اليابانية بتعتمد على اعتماد الطالب على نفسه، بيتعلم حاجة اسمها التوكاسو دي في اليابان موجودة. يعني انا لاحظت ان محمد ابني كل يوم يقول لي انا كنت قائد النهاردة في المدرسة، بيعلم الطالب فن القيادة وهو صغير. المدرسة من افضل المدارس اللي انا شفتها، ان انا اولادي الكبار في مدارس تانية هنا. المدرسة شفت فيها نظام، شفت فيها تعليم الأطفال سوفت سكيلز عالية جدا. سعيدين جدا ان محافظة بنسويف كانت من ضمن المحافظات اللي القيادة السياسية اختارتها انها تنفذ فيها مشروع المدارس اليابانية، ومبسوطين باختيار القيادة السياسية للمدارس اليابانية، لان النظام الياباني في التربية هو قبل التعليم، لانه بيعتمد دايما على بناء الطفل وبناء قيادات الطفل. لم يقتصر الأمر في صعيد مصر على محافظة قنا فحسب، بل حظيت محافظة أسوان بإنشاء مدرستين للتعليم الياباني، الأولى بحي العقاد وبدأت الدراسة بها بداية العام الدراسي الحالي، والثانية المدرسة المصرية اليابانية بالريديسية، فضلا عن محافظتي بني سويف والبحر الأحمر. تجربة المدرسة اليابانية تجربة رائدة وتجربة جديدة على المجتمع المصري، وإن شاء الله يعني عندنا أمل إن هي تفيد المجتمع المصري وتنقل لنا خبرات من بلاد تاني متقدمة إلى أرض مصر. اخترت المدارس اليابانية إن أنا أجيب بنتي فيها بسبب نظام التعليم المميز، لأنه طبعا حاجة مبشرة وبتمثل قيمة عالية بالنسبة للتعليم في المستقبل. والأولاد مبسوطين جدا في المدرسة، ويعني كفاية إن هم بيرجعوا كل يوم مش عايزين يروحوا من المدرسة. فضلت المدرسة اليابانية عن المدارس التجريبية، ان هي الاول حاجة السن بتاعها صغير في فترة التكوين اللي بياخد من 5 لـ6 اللي هو الكي جي 2. فانا محمد دلوقتي في سنة اولى ابتدائي، كان السنة اللي فاتت عنده 5 سنين، حبيت ان انا ادخله بدري شوية للفئة العمرية بتاعته واستفادة من امكانيات المدارس اليابانية اللي سمعنا عنها. مشروع المدارس المصرية اليابانية مشروع رئاسي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتابعه بصورة مستمرة، وقد استثمرت فيه الدولة المصرية كي تقدم نموذجا راقيا للتعليم المصري بالنظام الجديد مع أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تساعد على بناء شخصية الطفل كما في اليابان.